شوف نتاكد منها، نزل مكان احمد سامي، هنتاكد. عادي على طول بيطلع منطقه وسط الملعب، في اكرم توفيق موجود، في ميدو جابر موجود، في احمد حمدي موجود، والضربه الراسيه والهدف الثاني. الهدف الثاني جريزمان يا ولد يا ولد. محمد عبد المنعم الصاعد الواعد، محمد عبد المنعم رقم 31، نزل في الدفاع في العمق الدفاعي، كان مختاره الكابتن حسام البدري لمباراه ادي هنا بالبوكس، لكن بترجع مره ثانيه وجريزمان بياخد الكره. شوفوها اهي، شوفوها مره ثانيه اتلعبت، وعلى طول الى داخل